جوالنا القصير بين الصحف العربية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الغد الأردنية. كوبرا أغلى هاتف في العالم، سعره 360 ألف دولار. كشفت شركة فيرتو عن أغلى هاتف في العالم يتجاوز سعره آلاف الدولارات. هاتف كوبرا الجديد معزز ليس فقط بأحدث التقنيات التكنولوجية، بل أيضا بأفخم الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ما جعل سعره يصل إلى 360 ألف دولار أمريكي. نطالع مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم. نوكيا 3310 يعود مجددا إلى الأسواق بعد غياب 17 عام، بعد مرور 3 أشهر على طرحه مجددا في الأسواق بعد غياب دام 17 عاما، تحول هاتف نوكيا 3310 إلى جهاز يباع بالأسواق كتحفة أثرية مجددة. ويشير مؤشر المبيعات الخاص بهذا الهاتف إلى نجاحه في استثمار الحنين للماضي كحافز للشراء والبقاء على قيد الحياة من دون أن ينافس مثيلاته من الهواتف الرخيصة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس. سناب شات يتطلب خدمات الموقع لاستعمال جميع الفلاتر. بدأ تطبيق التراسل الفيديوي سناب شات الطلب من المستخدمين تشغيل خدمات الموقع عند استعمال الفلاتر الأساسية، وقد تم إدخال هذا الأمر مع أحدث تحديث للتطبيق الذي وصل إلى متجر جوجل بلاي الأسبوع الماضي. إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين، التي ننهي منها تجولنا القصير. أبل دفعت 70 مليار دولار لمطوري التطبيقات. كشفت أبل عن أنها دفعت 70 مليار دولار لمطوري التطبيقات منذ انطلاق متجرها أب ستور في عام 2008 لتنمية سوق قيد الازدهار.